لماذا تسعى الرياض إلى التفاوض مع ميليشيا الحوثي؟ كيف تحول دور السعودي من داعم للشرعية إلى مجرد راع لمفاوضات بين الفرقاء اليمنيين؟ هل أفضت عاصمة الحزم إلى عاصفة من الدلال واللين مع الميليشيا؟ أهلا بكم. نقلت صحيفة وول ستريت الأمريكية عن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن السعودية تجري محادثات يومية مع ميليشيا الحوثي، وأنها أي السعودية وجهت للحوثيين عرضا لإنهاء الحرب الدائرة منذ 5 سنوات، غير أن الحوثيين لم يردوا على العرض حتى اللحظة. وكما يبدو أن السياسة السعودية إزاء اليمن تغيرت كليا أو كشف الستار عنها، وأن معطيات جديدة ستفرض نفسها على المشهد قريبا، فانطلاقا من مؤتمر الرياض الذي وضع الشرعية موضع القاصر والعاجز تاركا الانتقال يعربد في فضاء الجنوب من اليمن، تخطو الرياض خطوة مشابهة لذلك بدعوتها لرعاية مفاوضات مباشرة في فنادقها بين حكومة الشرعية وميليشيا الحوثي. فما هي دلالات هذه الدعوة والانقلاب في خطاب السعودية؟ هل تنوي المملكة العربية السعودية بيع اليمن إلى ميليشيات في شمال البلاد وجنوبه؟ أم أنها شعرت أنها خسرت الحرب وقررت أن تحتفظ بما تبقى لها من ماء وجه؟ لماذا الحكومة الشرعية لم تبدي أي موقف من التصريحات السعودية؟ هل خذلان السعودية للجوف ومأرب جزءا من هذه التفاهمات؟ وفي ضوء كل هذه المتغيرات، ما هو موقف القوى اليمنية والوطنية من هذه الصفقة؟ وما خيارات اليمنيين إزاءها؟ وأخيرا، ما هو موقف المجتمع الدولي من ذلك؟ إقرار جديد يكشف عن محادثات سعودية يومية مع ميليشيا الحوثي. بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، فإن عرضا سعوديا بإنهاء الحرب لا يزال مطروحا على مائدة الحوثيين، رغم ذلك لم يقدم الحوثيون ردا حتى اللحظة. ووفقا للصحيفة، فإن مسؤولين سعوديين تحدثوا مع نظرائهم الحوثيين الاثنين للتشديد على أن استهداف صنعاء بضربات جوية ليس إلا رداً على الهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف الرياض وجيزان قبل أيام، وليس المقصود منها تصعيد النزاع. يقول مراقبون إن الرياض باتت اليوم أشد حاجة لوقف الحرب من خلال محاولتها الحثيثة جر ميليشيا الحوثي إلى مربع المفاوضات عبر جولات عدة ولقاءات مباشرة وغير مباشرة تفضي بمجملها لوقف التصعيد العسكري وإغلاق باب الصواريخ البالستية. تمضي السعودية في مسك العصا من منتصفها في محاولات لإعادة توازنها عقب الضربة القاسية التي تلقتها منشآتها النفطية منتصف سبتمبر من العام المنصرم، خصوصا مع مسلسل إخفاقات الحرب في اليمن والتي بات جليا أن لا نهاية جيدة للرياض فيها. يبدو حديث آل جابر عن دعوة السعودية لإجراء محادثات سلام بين حكومة الشرعية وميليشيا الحوثي إشارة واضحة إلى تحول كبير في سياسة السعودية. تحولت الرياض من حليف للشرعية إلى مجرد وسيط يرعى تفاهمات تشابه اتفاق الرياض المحتضر بين الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً. يرى مراقبون أن مساعي السعودية لمصالحة مع الحوثيين بدأت مؤشراتها في الجوف ومأرب التي تحمل الاندفاعة الحوثية دلالة واضحة على طبيعة التفاهمات السعودية الحوثية. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نبدأها مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب من هنا من اسطنبول. مساء الخير أستاذ شوقي. مساء الصحة والسلامة إن شاء الله من كورونا وكل الأوبئة، تفضلي. بإذن تعالى لنا ولكم جميعا أستاذ شوقي. إذا تصريحات مستغربة من السفير السعودي آل جابر، حيث صرح بأن هناك مباحثات يومية تجرى بين السعودية والحوثي، كيف ترى ذلك؟ أختي الكريمة، بعيدا عن التفاصيل، يعني بعيدا عن دقة الخبر وسببه، فهذا شأن سعودي. نعم. لكن من الطبيعي أنه ليس هناك حرب مطلقا تستمر إلى ما لا نهاية، فلا بد لكل الحروب من نهاية، إما أن ينتصر طرف على طرف، وإما أن يتوافق الطرفان على سلام معين. الشرعية منذ يعني البداية مبكرا، وبالتحديد منذ يوليو 2015، استجابت للنداءات
الدولية وللنقاءات الإقليمية ولمنطق العقل، وأقدمت إلى كثير من الجلسات، أكثر من 6 لقاءات مع ميليشيا الحوثي لتعزيز السلام. في يعني في 2015 جنيف 1 رفضه الحوثيون، في ديسمبر 2015 جنيف 2 نكثه الحوثيون، في إبريل 2016 الكويت معروف ماذا حصل في الكويت من تأخر للوفد ودلال، وبالأخير نكث الحوثيون اتفاقية الكويت 1 والكويت 2. بعدها جنيف 3 برضو نفس الكلام، وصل وفد الشرعية ولم يأتي وفد الحوثيين. أخيرا في ديسمبر 2018 ستوكهولم، ومعروف الآن نقض الحوثيين لكل الاتفاقيات. ولهذا لابد من نهاية لهذه الحرب. نحن بالنسبة لنا كنا نأمل طبعا أن يفي التحالف بوعوده وأن يسند الجيش الوطني وأن يسند اليمنيين لاستعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب بالقوة، لأنه انقلاب طائفي، انقلاب تدميري، لابد من أن ينتهي بالقوة، لأنه إما أن ينتهي وإما أنه سينهي اليمن. لكن للأسف دخلت أجندات كثيرة، دخلت أجندات إقليمية، دخلت أجندات الإمارات العربية المتحدة في موضوع الجزر، سيطرتها على الموانئ والجزر، وبالتالي مزقت الشرعية اليمنية ومزقت الاصطفاف اليمني والمكونات اليمنية. خذلت أجندة الإخوة السعوديين أيضا مع ما قدموه ويقدموه، وأنا هنا عندما أشيد أنظر إلى الجزء الملآن وأنظر إلى الجزء الفارغ. لكن للأسف أيضا القيادة السعودية للتحالف ليست واضحة حق الوضوح. نعم، ليست أيضا يعني ما تقدمه السعودية، اسمح لي أستاذ شوقي، ربما يتقدمه للحكومة الشرعية القابعة في فنادقها، لكن للشعب اليمني لم تقدم شيء يذكر حقيقة. لكن دعني أسألك، كيف تحولت من طرف كيف تقرري أنه يعني لم تقدم شيء؟ لا، ما الذي قدمته غير الحرب لمدة 5 سنوات أستاذ شوقي؟ أختي الكريمة، أنا قلت لك أنه ونحن نقيم أداء التحالف ينبغي أن ننظر إلى الجزء الملآن وإلى الجزء الفارغ، إلى الإنجازات وإلى الإخفاقات. لا تنسي يا عزيزتي بأن ميليشيا الحوثي كانت قد سيطرت على أغلب مناطق اليمن، وهي ليست أي انقلاب، انقلاب طائفي جديد. وهي الآن تعيد السيطرة عليها أستاذ شوقي، يعني نتحدث عن 80% لم تستطع الحكومة أن تجد لها موطئ قدم حتى تعقد على الأقل مجلس النواب، يعني جلسة واحدة. لكن عندما أقول لم ينجز التحالف شيء، يعني هذا عبارة عن عدمية. دعنا نخرج من هذا الإطار أستاذ شوقي، يعني دعني أسألك، السعودية في بداية تدخلها في اليمن كانت مع الشرعية لاستعادة هذه الشرعية، الآن يتحول موقفها إلى موقف وسيط بين الفرقاء، لماذا دخلت في الحرب إذا هي ستنهي هذه المسيرة إلى مجرد وسيط بين الطرفين؟ جميل أختي، لا أحد يستطيع أن ينكر بأن التحالف فيما بعد سنتين بالضبط انحرف تماما عن أجندته التي وعد بها اليمنيين. أنجز جزءا لا بأس به فيما يتعلق بعودة كثير من المحافظات لولا انحراف أجندة الإمارات، وإلا أنجز كثير من أسس جيشا كان قد انهار، الجيش اليمني كان قد انهار تماما، ومعروف أنه تحالف مع الحوثيين عن طريق النظام السابق، لكنه تأسس بعد ذلك جيش. اليوم الجيش الوطني لو وجد الدعم المناسب لاسترد يعني لحرر اليمن. أنجز أيضا مؤسسات أخرى، عقد البرلمان بعد أن كان متشظيا إلى غير ذلك، يعني هناك إنجازات، لكن هناك انحراف واضح تماما لا أحد يستطيع أن ينكره، يتمثل أولا بإنشاء ميليشيات خرجت في البداية من عباءة الشرعية لكنها تحولت إلى خنجر تطعن ظهر الشرعية. انحرف التحالف من التوجه غربا لتحرير صنعاء وتحرير الحديدة، واتجه شرقا إلى المهرة وإلى سقطرى وإلى حضرموت. هذه يعني أجندات واضحة أنها انحرفت. السبب يا عزيزتي، أنا أتصور أنه عدة أسباب. السبب الأول إخفاق الشرعية في قيادة المرحلة. لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يملي على الشرعية انحرافات تضر مصلحة اليمن، لأنها بعد يعني معروف أن هذا التحالف يقوم على دعوة شرعية. الرئيس عبد الرب منصور هادي هو الذي دعا التحالف، هو الذي دعا السعودية، ومن ثم السعودية أنشأت التحالف.
المجتمع الدولي يعترف بهذه الشرعية برئاسة هادي، وبالتالي هذه القيادة الضعيفة المستكينة الفاسدة أيضا هي سبب رئيس حتى لا نحمل الآخرين كل الأعباء. لا. السبب الثاني انحراف أجندة التحالف التي ذكرناها. السبب الثالث وأنا هنا أتمنى أن ننبه عليه وهو انحراف مكونات الشرعية. مكونات الشرعية من قوى سياسية وقوى اجتماعية وقوى مجتمعية للأسف تعيش مكايدات فيما بينها. دخل المال القذر دخل في الوسط فعبث بكثير من القيادات. هذه القيادات جرت كثير من ناشطي الأحزاب، من وجهات الأحزاب، من قيادات الأحزاب، وبدلا من أن تتجه في اصطفاف جمهوري خالص ضد الحوثيين أصبحت اليوم تتناحر وتتكايد فيما بينها. نعم، إذن ما هي خيارات الشرعية إذا ما استشعرت أن هناك خطر حقيقي يحدق بها وباليمن؟ ممتاز. بداية أذكر الشرعية وبالتحديد أذكر الرئيس هادي وأذكر نائبه محسن وأذكر الحكومة وأذكر قيادات وزارة الدفاع والهيئة الأركان وجميع المكونات السياسية بأن التاريخ سيكتب أن سبب هذا السقوط هم قبل أن يكون غيرهم. فقد سقطت صنعاء في البداية وعمران قبلها بيد الحوثيين بسبب هذه المكايدات وبسبب هذا الضعف وبسبب هذا الارتهان وبسبب هذه الأجندات الشخصية أو الحزبية التافهة التي لا تليق بوطن. ومن ثم هذه القوى بدءا بهادي مرورا بمحسن والحكومة والأحزاب إلى غير ذلك سيكتب التاريخ أنها هي السبب الرئيس. لكن أنا هنا أنبه الإخوة في المملكة العربية السعودية بأن أي خذلان يعني سيتمادى به التحالف يعني ضد اليمنيين وتمكين الحوثيين إنما سيجني ثمرها اليمنيون، نعم، لكن ستجني السعودية ودول الخليج ثمنا باهظا. لأن هذه الميليشيا أتمنى أن يتذكروا قبل سقوط عمران معروف أن الدول الخليج دعمت الحوثيين وساندتهم بالمال وبالقرار وبالمؤامرة، وهي التي مكنتهم من دخول عمران واجتياح صنعاء. بعد ذلك يتذكر هؤلاء الخليجيون وبالتحديد السعوديون يتذكروا أن الحوثيين نكذوا هذا الاتفاق وغدروا به وتوجهوا جنوبا، مع أن الاتفاق كان، وقد شهد سياسيون خليجيون بأن الاتفاق كان فقط أن يدخلوا إلى مشارف صنعاء ويحددوا بعض الأهداف فقط لا غير، ثم يعودوا. نكث الحوثيون الاتفاق وتجاوزوها لأن أجندتهم مع إيران، أجندتهم مع العدو الاستراتيجي للسعودية هي أجندة طائفية، أجندة معمدة بالمبادئ بالمعتقدات وهي مصيرية، بينما يعبثون عبث ويلعبون لعب ويغدرون غدر مع غيرهم. ولهذا نعم. سيجني إخواننا في السعودية ثمن باهظ إذا غدر الحوثيون باليمنيين. نحن مع السلام لكن لنا عدة شروط حتى نؤمن الوطن ونؤمن الإقليم. تفضلي. نعم. إذن ما هي خيارات أيضا الشعب اليمني الذي يعاني يعني كل هذا الانحراف في مسار المشهد السياسي؟ هو من يدفع كلفة هذه الحرب حقيقة؟ الكلفة يدفعها اليمنيون كلهم بلا استثناء. يدفعها الشعب اليمني كله، تدفعها جميع الأطراف. ليس هناك قرية صغيرة من القرى التي يسيطر عليها الحوثيون إلا ومنها مئات القتلى. يخبرني أحد الإخوة من إحدى المحافظات قال والله أن من قريته فقط ما يقارب 500 قتيل، يعني من الأطفال والشباب الذين يسوقهم الحوثي إلى محارق الموت. ولهذا الكلفة باهظة جدا على اليمنيين كلهم وفي مقدمتهم المناطق المسيطر عليها الحوثيون. لكن ينبغي هنا أن نتنبه إلى أن الخيارات في هذه المرحلة قد ضاقت. هكذا تبدأ المشاكل، عندما تبدأ المشكلة، عندما يبدأ النزاع، عندما يعني تبدأ المعركة تكون هناك خيارات كثيرة. كلما فوتتها الأطراف أو كلما فوتها طرف من الأطراف كلما ضاقت عليه الخيارات، لكن لا زالت هناك خيارات. الخيار الأول والأهم أن تصطف القوى الوطنية بجدية وتواجه الإخوة في قيادة الشرعية بوضوح وتضع يعني تخيل يا أختي تحالف القوى السياسية، لا أحد يستهين مطلقا بالأحزاب السياسية، لا أحد يستهين بالإصلاح ولا أحد يستهين بالمؤتمر ولا أحد يستهين بالاشتراكي ولا الناصر ولا أحد. القوى السياسية فعلا
لو تجاوزت هذا السقوط الأخلاقي، القوى السياسية للأسف في سقوط أخلاقي، الوطن ينهار، سفينة الوطن تغرق، وهم لا يزالوا بعضهم، بل بعضهم أصبح رخيص. من يمتلك المال اليوم من بعض المكونات السياسية يعبث ببقية السياسيين، ولهذا الخيار في البداية ينبغي أن ينطلق من مكونات الشرعية في أن تصطف، في أن تتحمل مسؤوليتها وتعيد ترتيب أوراقها وتواجه الشرعية يعني رئاسة الشرعية بكثير من الجدية. عندما تسند الرئاسة الشرعية وتجد لا تجد شل المنافقين ولا شل المكايدين، يعني تخيلي عندما نسمع من بعض السياسيين والسفراء كيف يأتيه هذا المكون وكيف يأتيه ذاك المكون بطريقة صغيرة قزمت اليمنيين. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني، ينبغي على الشرعية اليوم أن تواجه الإخوة في التحالف بكل مصداقية وجدية، ما لم فعليها أن تبحث عن حلول أخرى عبر الأمم المتحدة، عبر مجلس الأمن، عبر التحالفات الدولية الكبرى. وهذا برضو خيار مشروع. لماذا؟ لأن لا سمح الله إن كان هناك فقط لابد من غرق، وإلا غرق يكون خيارا كلاهما غرق، فلابد من أي إنقاذ وإن كان بطريقة أيضا مجنونة. نعم، إذن ابقى معنا قليلا أستاذ شوقي. ينضم معنا عبر الهاتف أيضا أستاذ عبد العزيز المجيدي، رئيس تحرير موقع الحرف 28 عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء الأنوار. نعم، دعني أسألك بداية عن تصريح حديث محمد الجابر السفير السعودي حول مباحثات يومية أو محادثات يومية بين السعودية والحوثيون منذ سبتمبر الماضي. هل تجد أن هناك صفقة بين السعودية والحوثيين؟ في الواقع هذه المحادثات التي تحدث عنها السفير السعودي هي ليست وليدة اللحظة، هي حصاد يعني سلسلة من المحادثات التي جرت بشكل سري خلال الفترات الماضية، وهي بنفس الوقت أيضا تتويج لضغوط غربية، وبنفس الوقت أيضا ربما توجه سعودي هدفه الأساسي تصفية ملف الحرب في اليمن والخلاص باتجاه تأمين الحدود السعودية وترك اليمنيين لمصيرهم، سيما بأن هذه المحادثات جاءت تاليا لأحداث الانقلاب التي جرت في 10 أغسطس بعدن، وسبقها قبل ذلك أيضا إعلان الإمارات ما تسميها الانسحاب من اليمن وإعادة الانتشار وبالتالي فتح قنوات اتصال مع إيران. ورغم أن مسألة الاتصالات بين الإماراتيين والإيرانيين لم تنقطع أصلا طيلة فترات الحرب، وكان هناك تقارير للمجلس الأمن تتحدث عن تورط وضلوع شركات وأطراف إماراتية في دعم وتمويل الميليشيات الحوثي. بالتالي المحادثات السعودية التي جرت خلال الفترات الماضية وما جرى خلال هذه الفترة من ربما مرحلة لإعادة موازنة قوى القوى على الأرض من خلال أيضا إضعاف الشرعية بما حدث في عدن، المواجهة الميدانية التي جرت خلال الفترة الماضية وترتب عليها أيضا تقدم للحوثي وسيطرة على بعض المناطق يعني بطريقة إلى حد ما لا تزال حتى الآن يعني غامضة إلى حد كبير، سيما أن هناك كثير من الأخبار تتحدث عن أن التحالف أيضا أصدر أوامر وتوجيهات وأوقف جبهات بشكل مباشر ومنع أي تحركات عسكرية بشكل متزامن في كثير من الجبهات، وبالتالي هناك الكثير من الطلاسم التي تدور حول هذه المشكلة، ونحتاج بدرجة رئيسية إلى قيادة عسكرية تخرج ويا ميدانية تخرج وتتحدث اليمني بصراحة عما جرى خلال هذه الفترة. بنفس الوقت أيضا نحتاج إلى قيادة سياسية تكترث لمستقبل اليمني وتقول للناس ماذا جرى خلال الفترات الماضية أيضا من تحت الطاولة، لأن الجهود السعودية واضح أنها مضت باتجاه منفرد مع الحوثيين وفتحت هذه القنوات بعيدا عن الشرعية. حتى تصريحات السفير السعودي هو يتحدث باعتبار السعودية هي من تقرر الحرب وهي من تقرر السلام. كيف تفسر ذلك أستاذ عبد العزيز؟ نعم، كيف تفسر كل هذه التحركات التي تقوم بها الرياض منفردة بعيدا عن الشرعية؟ يعني هي تحصيل حاصل، لأن ما جرى خلال الفترة الماضية هو يؤكد
بما لا يدع مجال للشك بأن السعودية والإمارات كانت صاحبة القرار في على الأرض في الميدان في مواجهة الحوثية وفي ترتيب الوضع على الأرض وفي أيضا إنشاء قوى ومراكز سلطة مختلفة خارج سيطرة السلطة الشرعية بناء ودعم وتشكيل ميليشيات وما إلى ذلك. وبالتالي المسألة يعني لم تكن أعتقد تثير صدمة أو دهشة لأن واضح بأن قرار السلطة الشرعية كان مقتطفا خلال الفترات الماضية منذ بدء الحرب. يعني تصوري أنت عندما تتحدثين عن ما يحدث الآن وبينما في نفس الوقت رئيس منع من العودة إلى عاصمته في قبل 3 سنوات من الآن وهو مصر على البقاء والاستقرار في العاصمة السعودية الرياض، وفي نفس الوقت جرت كل هذه الأحداث خلال الفترات الماضية ولم تحرك ساكنة لدى أحد. وبالتالي ما الذي يجعل السعودية أيضا تكترث للسلطة الشرعية أو تقرر أن تنتبه لوجود طرف تعتقد بأنه هو على الأقل كسر العبور والمرور الذي مكنها من الوصول إلى اليمن والتصرف في الأراضي اليمنية والتعامل كطرف يقرر ما يشاء في الشأن اليمني؟ وبالتالي لا أعتقد أن السعودية يعني بصدد إعادة النظر في سياساتها لأنه ليس هناك طرفا أصلا تتعامل معه في اليمن. يعني السلطة الشرعية هي عبارة عن سلطة لا أقول بأنها يعني مثلا حبيسة أو تحت الإقامة الجبرية كما يتم، هناك تقبع في شخصية القيادة الشرعية فيها، يعني هناك تخبط، هناك مكونات شرعية كما قال الأستاذ شوقي يعني أصبحت مستقطبة لدى أطراف التحالف وبالتالي أصبحت تعمل ضمن أجندة أطراف التحالف وهي تتنافس وتتصارع ولديها أجندة صغيرة وتافهة من خلالها تحاول أن تسجل نقاط على بعضها وبالتالي لا تكترث لا لمستقبل البلد ولا لمصيره. في النهاية هناك طرفين سيكونان وسيحددان مصير البلد، الحوثي على الأرض من خلفه إيران وصواريخ وباليستية وما إلى ذلك، والسعودية وقدرتها على المناورة في هذا في هذه اللحظة وأيضا مواجهة الأطراف الخارجية وما إلى ذلك بالإضافة إلى حساباتها الصغيرة. يعني السعودية ربما جاءت إلى اللحظة التي افترض فيها أن تواجه التهديدات الخطيرة التي بالإمكان أن تهدد بالفعل يعني مصيرها كدولة في المنطقة. اسمح لي أستاذ عبد العزيز، جاءت لتعبث في مناطق معينة ويعني انتقلت إلى مرحلة الحصول على الأطماع في بعض المناطق كما حدث في منطقة المهرة وشرق البلاد بالإضافة إلى بعض التواجد في بعض المناطق الغنية بالنفط وما إلى ذلك. بالتالي نحن بصدد صراع أجندات وحسابات تخص أطراف، لكن اليمنيين خارج هذه اللعبة تماما، وهناك طرف وحيد يركض في كل هذه المساحات أو طرفان، والتحالف من جهة يمثله السعودية والإمارات، وهناك الحوثي يعمل كما يشاء وهو يقرر إلى حد كبير أين يذهب وأين يذهب. نعم، الحوثي شمالا والانتقال جنوبا. اسمح لنا أستاذ عبد العزيز بالبقاء، سأعود إليك. أستاذ شوقي، لو تخيلنا بأن هناك أو تمت صفقة بين السعودية والحوثيين، ما مخاطر ذلك على اليمن ككيان وطني ودولة وجمهورية؟ يرتبط ذلك بما هي بنود الاتفاقيات وما هي طبيعة هذه الاتفاقات. يعني إن وفى الإخوة في المملكة العربية السعودية بالتزاماتهم و يعني كانوا صادقين في حرصهم على ما تدخلوا به من إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتعزيز مؤسساتها وإلى غير ذلك، فقد تكون هناك يعني عبارة عن ربما اتفاقية نعم تمكن الحوثيين من مناطق، لكنها ربما تشرك غيرهم بطريقة يعني شبه مقبولة لديهم كما حصل في بعض الدول ومنها لبنان. وهذه طبعا هي كارثة بالنسبة على اليمنيين، كارثة أن الاتفاقية هذه الطائفية التي ستطيف اليمن، لأن هناك تلميحات كانت قبل تقريبا أشهر، تلميحات كان من بعض السياسيين فيما رأيكم بنموذج اتفاق الطائف للإخوة اللبنانيين أو ما سمي بتمكين الحوثيين بالثلث المعطل. طبعا هذه كارثة لأن السلاح بيد الحوثيين ولبنان اليوم يحكمها حزب الله، يعني بقية القوى السياسية عبارة عن منظمات مجتمع مدني خفيفة لا ضعيفة. وهذه لكن نحن نحذر بأن الحوثيين لا يمكن مطلقا أن يكونوا إلا أداة لإيران، وإيران أجندتها واضحة وقد صرحت بذلك قبل مدة طويلة بأنها
وأذكر ذلك أني ذكرتها في قناة بلقيس، أن قالها قيلت أيام الحرب العراقية بين إيران والعراق، عندما قيلت هذه العبارة بأن هناك أجندة لإيران، أو وصية عفوا، وصية يعني إيرانية بالنادي النووي واحتلال العراق ودخول مكة والمدينة، حققت الأمان البندين السابقين. أنا بصراحة أحذر الإخوة في السعودية، والله هم أحرار يأخذوها كما يشاءون، لكن يبدو أنهم ليسوا قادين في يعني معرفة العواقب. سيخذل اليمنيون نعم إذا 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 قدمت حلول طائفية أو حلول تمكن الحوثي، لكن نحمل المسؤولية قيادة الشرعية التي يجب الآن أن تكاشف شعبها بأقل شيء بجزء من الحقيقة بدل هذا التخدير. الأحزاب السياسية أيضا كما ذكرت، البرلمان مع أنه مؤسسة لا تملك مخالب، ليست لها أجهزة عسكرية حتى يجتمع، لكن على النواب أن يجتمعوا اليوم في أي مكان، أن يجتمع كل عدد في مكان، وأن يتوافقوا على أجندة كما توافقوا على الرسالة التي وجهوها للرئيس هادي قبل يعني في إطار هذا الأسبوع. عليهم أن يتوافقوا أيضا ويجتمعوا كل مجموعة في دولة من الدول، ليس هناك عيب مطلقا، وأن يخرجوا بأجندة يكشفوا بها العالم. لابد من حركة، يعني باختصار لا يصح مطلقا الاستسلام للذبح. نعم، هذا ما يفترض به. شكرا جزيلا لك أستاذ شوقي، القاضي عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، وعودة إليك أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز، ربما خشي الأستاذ شوقي من فكرة، أو ربما كان هناك تسريبات من فكرة اتفاق مشابه لاتفاق الطائف بشأن لبنان، وهو منح صلاحية للحوثي كصلاحية حزب الله وهو ثلث المعطل، وتعلم ما الذي يمكن أن يحدث إذا ما تم مثل هذا الاتفاق. لو حصل هناك اتفاق، هل لديك أي تصور لأبرز ملامح هذا الاتفاق؟ علينا أن نتذكر بأن هناك منظمة أعتقد اسمها إدارة الأزمات الدولية أو منظمة الأزمات الدولية أو ما إلى ذلك، وكان هناك أيضا تقريبا ربما منظمة أيضا أو مسمى لمنظمة بريطانية تحدثت عن مجموعة من الحلول التي يفترض المضي فيها، وأعتقد بأن الأمور ربما ماشية بهذا الاتجاه، لكنها على الأرض يعني تمضي باتجاه آخر. يعني هناك حديث عن أن التسوية يجب أن تمضي باتجاه تثبيت كل الأطراف في كلهم في مكانه، ربما إقامة شكل من أشكال الحكومة اللي تتفق عليها بقية مختلف الأطراف على أساس أن تكون هذه الحكومة لإدارة الشأن العام، ويعني مع بقاء سيطرة هيمنة كل طرف على تلك المناطق. لكن أعتقد بأن الأمور تمضي باتجاه آخر ومختلف، هناك شكل من أشكال التصفية حتى للشرعية نفسها. عندما تتحدثين عن مثلا الآن كنا نتحدث عن انقلاب، الآن هناك انقلابين، ميليشيات كثيرة تتنازع الأمر في أكثر من مكان، السلطة الشرعية أصبحت أكثر طرف خارج اللعبة إلى حد كبير. الحوثيين الآن يتقدمون في أكثر من مكان وبطريقة غريبة، يعني عندما كان يعني القوات الحكومية تقدمت إلى لا تخوم العاصمة في وقت مبكر من الحرب في بداية 2016، نحن الآن في 2020 ونقترب من منتصف 2020، والأمور تعود كما لو كنا يعني في بداية الهرولة الحوثية باتجاه سيطرة على المناطق الأخرى. يعني هناك شكل من أشكال إعادة ضبط إيقاع الحرب بالطريقة التي تمكن الحوثي من السيطرة على كثير من المناطق، وربما أيضا قد يكون الحوثي بالإضافة إلى أطراف أخرى يعني تزكيها أطراف إقليمية مثلا قوات طارق عطاش وما إلى ذلك، بالإضافة أيضا إلى وقوع السعودية خلف هذا الأمر، ربما يعني يتم تسليم الشمال لهذه القوة، لأن يعني سمعنا حديثا أن علنيا من قبل قوات السعودية نتحدث عن عملية حل الجيش الوطني من وزير الدفاع الى اصغر جندي. هذا الامر لم يصدر من ايران ولا من صدر من الرياض، يعني وهذا امر يعني مريب الى حد كبير، وجعلنا يعني محتارين ماذا يريد هؤلاء الناس. يعني 6 سنوات او 5 سنوات من الحرب والقتال وتشكيل ما يسمى جيش وطني وبناء وما الى ذلك ودعم وتشكيلات، ثم بعد ذلك يعودوا به، وفي نفس الوقت يتم بناء تشكيلات مسلحه و كيانات بمسميات مختلفة وبناء ألياف عسكرية خارج سيطرة الشرعية من أجل تشديد وإضعاف هذه الشرعية، وبنفس الوقت
تمزيق البلد داخل كيانات ومسميات وكنتونات لا تعبر عن الهوية الوطنية للبلد، وبالتالي المضي باتجاه هذه انطاق ظروف وشروط قد تساعد باتجاه انتاج هذا الوضع الذي يتحدثون عنه المتعلق بمسألة يعني ايجاد صيغة سياسية شبيهة من لبنان. هذه طبعا الصيغة اذا حدثت في اليمن بمعنى انها صيغة خطيرة جدا، وبنفس الوقت هي يعني على السعودية تحديدا ان تدرك بانها تركيبتها هي قريبة من اليمن الى حد كبير. السعودية هناك 2 مليون من أبناء الطائفة الشيعية موجودين في داخل السعودية، هؤلاء يشكلون نسبة كبيرة من السكان داخل المملكة العربية السعودية، وبالتالي أي هيمنة لميليشيا داخل اليمن بالتحديد الحوثي أو جهات موالية لإيران بالتأكيد ستثير تطلعات لهذه التشكيلات وهذه الاسم، وستحمل السلاح وستواجه السعودية. والسعودية لا أدري أنا إذا كان العقل السياسي السعودي لا يقرأ الكثير مما كتب، وكتب الكثير في هذا الجانب عن تقسيمات وخطط وخرائط وما إلى ذلك، فما يعتقدون بأن أهمية سيمنع أي استهداف للسعودية. هذا الكلام لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، هناك رؤوس يجب العالم يطالب بأن يعني يطاح بها، وأعتقد بأن أكبر رأس مال المملكة العربية السعودية مطلوب ضربه في هذه في هذا الوقت، وبالتالي ما تبطي فيه السعودية هو ليس فقط مضرا لليمنيين، هو مضر بأمن المملكة العربية السعودية، ولا ندري ماذا يفعل هؤلاء حتى الآن. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ عبد العزيز أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيادة اللواء. اهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى الضيف والسيدات والساده المشاهدين. اهلا بك. سياده اللواء، اعلان السفير الجابر عن معطيات جديده وحديث رسمي يكشف عن محادثات يوميه بين ميليشيا الحوثي والسعوديه، ما طبيعه هذه المحادثات؟ ما شوفي المحادثات انا برايي انها ليس بالضروره تكون بصوره مباشره. قد تكون عن طريق أطراف أو قد تكون عن طريق جهات، يعني إما أن اتفق الأطراف كاملة الحكومة والتحالف وكذلك الأمم المتحدة بأن يكونوا هؤلاء وسطاء في استمرار الحديث. لذلك أنا حتى أقول لك، تذكرين قبل كم يوم طلعنا نقول أنه عندما يتوقف الصراع، هذا لا يأتي توقف الصراع عبر يعني مشاعر ما بين الأطراف، يعني 4 أشهر ماضية أو أكثر من ذلك لم يكن هنالك صراع عسكري كما رأيناه اليومين اللي راحت، أو حتى عندما يعني تقدم الحوثي إلى الجوف وإلى معلش. فأنا برأيي أنه هذه الاتصالات مستمرة عن طريق أطراف، وأنا يعني بصراحة أؤيد ما يعني أحبب ما ذكر السيد السفير أو معالي السفير الجابر، لأنه يعني طلعنا نحن كمراقبين بأنه هنالك أطراف أخرى. أولاً لماذا؟ المجتمع الدولي ترى يا سيدة آسيا يرغب في ظل هذه الجائحة وهذا الوضع الصحي الخطير الذي يعني نسأل الله أن يعفي أن يرفع هذه الوباء هذا الوباء عن العالم، وخاصة يعني على منطقة اليمن، لأنه حضرتك تعرفي أنه لا سمح الله لو دخل هذا الوباء يعني حتصبح كارثة لن تستطيع دول العالم حل هذه المشكلة. لذلك يعني أنا برأيي أنه هذا التوقيت لهذا النوع من التصاريح هي تأكيد لما طلبه السيد غوتيريش وما طلبه المجتمع الدولي وما طلبته المنظمات الصحية وما تؤكد عليه حكومة التحالف أو عفوا قوات التحالف، بأن نحن نريد التواصل والجلوس على طاولة. نعم، هل تحولت السعودية؟ نعم، هذا الحديث سيادة اللواء. عليك خليني أكمل، تفضل. معلش تفضل. بس اوصل الفكره، لانه الاخ الضيف الكريم هو يعني يمكن اكثر حده فيما يخص على انه يعني بدا ينتقد المملكه بانه المملكه تنظر الى تساقط الطائف وانه هنالك طائفه شيعيه. اولا يعني انا برد عليه وهذا كلام مردود عليه، وارجو انه لا نخرج في الصراع او في الحديث عما هو مفهوم الحلقه. المملكه يد واحده، مكون واحد، بغض النظر عن أن هنالك شيعة أو هؤلاء السعوديين ينتمون إلى وطن واحد لهم ولاء لحكومتهم وشعبهم وأجهزتهم، فأرجو ألا تتدخل في أمر خص المملكة فيما يخص مقارنة بما يحدث مع الحوثيين. دخول يعني انزعج سيادة اللواء من هذا التدخل، يعني ولا تريدنا أن ننزعج مما يعني من استبعاد الحكومة الشرعية ويعني تحول السعودية من طرف كان مؤيد للشرعية إلى طرف
وسيط بين الشرعية والحوثي، حتى أنه لم يذكر الشرعية، وكأن مباحثات السلام أصبحت فقط بما يعني السعودية. ولا تنسى أن أيضا السفير الجابر قال بأن ما حدث من تصعيد قبل يومين هو فقط رد للتصعيد وليس استئناف للمعركة، وكأن ما يحدث في الجوف والتقدم وفي نهم وما إلى ذلك لا يعني السعودية، ما يعنيها فقط وما يضرها. أليس هذا الأمر يعني بمستغرب أيضا؟ لا، هذه وجهة نظر وهذا غير واقع. أنا أقول لك ليش. أولا يعني نأتي للنقطة التي يعني حضرتك قاطعتيني بخصوصها، عدم التدخل وعدم التدخل. إن حصل شيء لليمن وحصل ما حصل ما يعتقد الأخوان في اتفاقية الطائف، وأن يكون هذا المكون يعني يملأ فراغ أو أي من النقاط التي تحدثت عنها، لن ترضى فيه أساسا الحكومة الشرعية، ولن ترضى فيه المملكة، ولن ترضى فيه دول المنطقة، ولن ترضى فيه الدول العربية بأكملها أن يكون هنالك نموذج لحزب الله في المنطقة. هذه خذيها مني وأنا أؤكد لك على هذا دائما. لم يتم استبعاد الحكومة الشرعية، هو تصريح خرج من قبل رجل مسؤول سئل عفوا سئل، وأن قد يكون أنه وضع هذه أو طلب منه التصريح أو أنه هو طلب الإعلاميين لأخذ هذا التصريح للتماشي مع الأحداث. ليس هنالك إقصاء للحكومة الشرعية، لم يكن، هذه مجرد أوهام، هذه مجرد أفكار يعني بنيت على الصراع ما حصل للأسف في المناطق الجنوبية في اليمن، لذلك طلعت هذه الأفكار من قبل الضيف الكريم. وحتى أنت أخت آسيا دائما وتذهبين بعيدا بأن التحالف يقصي الحكومة الشرعية. كيف أتى؟ كيف أتى التحالف؟ أتى التحالف عن طريق طلب فخامة الرئيس، ويستطيع فخامة الرئيس بطلب آخر بإيقاف التحالف. هذه القوانين الدولية، ولذلك أنا أعتقد أن هذا يعني ذهاب بعيد إلى حد أقصى في اتهام دول التحالف بأنها تقصي الشرعية. نعم، دعني أنقل هذه الفكرة. لا بتأخر. تفضل. كنت أتكلم على أنه هذه التصريحة وكثيرا ما تحدث بها مسؤولين في الأمم المتحدة، ما نفاه اليوم الحوثي هو ينفي بطريقته، لأنه عارف لو حصلت هذه فهي ليست في صالحه المحادثات، هو سيخسر، لأنه الآن اليمن يتعرض أو العالم أجمع يتعرض إلى وباء، هو الآن تحت الضغط العسكري. أنا لا أتوقع أن السيد الجابر اتخذ هذه فرصة بعد العمليات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف وقصف مناطق يعني حيوية ومناطق تخزين أسلحة، لا، أنا لا أعتقد، إنما هي تأتي في سياق خلينا نقول لك التوجه العالمي لتهدئة الصراع في اليمن. وإلا أنا برأيي إنه لو تركنا الأمر تستمر حرب فهي تعتبر حرب هوجاء. نعم، إذن دعني أنقل هذه الفكرة لضيفي. لابد أن يكون، نعم، أعطيتك مساحة كافية سيادة اللواء، اسمح لي فقط أنقل الفكرة لضيفي عبر الهاتف أيضا الأستاذ عبد العزيز المجيدي. أستاذ عبد العزيز، يتساءل الضيفي عبر الهاتف اللواء محمد القبيبان بأنه كيف أتى التحالف إلا بأمر من الرئيس، والرئيس قادر على إنهائه ولا أحد يقصي الشرعية، فكيف يتم استنتاج ذلك برأيك أستاذ عبد العزيز؟ أولا هو يقول بأن التحركات الأخيرة جاءت على ذمة الدعوات الدولية من قبل المنظمات زي منظمة الصحة العالمية وما إلى ذلك بشأن مسألة إيقاف الحرب. يعني أنا أريد أن أسأله يعني ماذا كان يفعل خالد بن سلمان في مسقط في نهاية نوفمبر 2019، وهناك التقى بشخصيات حوثية وهذا الكلام كتبت عنه وكالات أنباء ووسائل إعلام دولية. يعني هل كان هناك يعني لمجرد التسلية؟ مسألة الحديث عن فتح قنوات خلفية للتواصل مع الحوثيين، هذا أيضا أمر تحدث عنه دبلوماسي سعودي لفرانس بريس يعني في سبتمبر الماضي، وكان هناك يعني صمت سعودي في هذه المسألة، بل تم تأكيده لاحقا من خلال المسؤولين الآخرين، ويتكلمون عن أن هذه القنوات يعني الخلفية لم تغلق وكانت مفتوحة طوال الوقت. وكان هناك أيضا ربما بعد عرض الحوثيين وقف إطلاق النار والمضي في من خلال وقف إطلاق الصواريخ وما إلى ذلك بعد قصف أرامكو،
أن السعوديين تحدثوا عنا وحتى بترحيب من قبل عادل الجوبير بتصريح علني أن نيتهم أنهم ينتظرون يعني أفعال على الأرض من أجل المضي بتفاهمات. اليوم الحديث يعني جاء رسمي من قبل محمد آل جابر، ليس في سياق الحديث عن الوباء العالمي، وإنما جاء أيضا بامتداد مثل هذه الأحاديث التي بدأت في وقت مبكر في سبتمبر 2019، وبالتالي المسألة ليس لها علاقة لا بالظرف الحالي ولا هي لها علاقة أيضا بالبحث الحديث عن محاولة لإنهاء ربما الحرب في اليمن بالطريقة التي تمكن الأطراف التي سيطرت على الوضع في البلد بما يمكنها من تمرير المصالح في البلد بالطريقة التي تعتقد أنها ستتحقق فيها هذه المصالح. وبالتالي يعني كيف بالإمكان أن نفسر بأن هذا التحالف الذي قال لدعم الشرعية هو نفسه الذي مول الانقلاب على الشرعية في عدن ودعمها بكل الأسلحة، يعني بأسلحة من حدث انقلاب عدن في المحافظات الجنوبية؟ يعني هل بالإمكان أن يقول لنا معالي أو سعادة العميد يعني من أين حصلت هذه التشكيلات على ذلك السلاح ومن هي الجهة التي يعني دعمت ومولت وقصفت الجيش على مشارف عدن وارتكبت مجزرة ومذبحة فيها أكثر من 300 ضابط وجندي؟ يعني هل كانت عبارة عن كائنات فضائية؟ يعني هذا الكلام هي شكل من أشكال المغالطة فقط من أجل محاولة اسمح لي سيد عبد العزيز تجميل الوجه لوجه التحالف وما فعله خلال الفترات الماضية. التحالف للأسف اشتغل ضعف ورتابة الشرعية التي يعني حتى الآن لا تريد أن تستيقظ ويعني أن تقول للناس ما الذي يجري وأن أيضا أن توقف هذه المسألة. يعني هو قال بأن التحالف جاء برسالة من الرئيس وعلى الرئيس أيضا بالإمكان أن يوقف هذا التحالف برسالة أخرى، رغم أن هذه تنطوي أيضا على مغالطة كبيرة باعتبار أن التحالف يعني إذا كان الرئيس أرسل رسالة للملك سلمان في 23 أو 24 مارس أو 25 مارس والعاصفة قامت في 26 مارس، يعني هذا يعني ضحك لعب أطفال. يعني الحروب حرب تم حشد لها أكثر من 14 دولة، يعني لا يعني نعم اسمح لي استاذ عبد العزيز ساعود اليك استاذ عبد العزيز اذا سمحت. نعم اعود فقط لضيفي عبر الهاتف استاذ عبد العزيز. يعني التدخل داخل البلد من اجل حمايه ما تعتقد السعوديه انه مصالحها الخاصه وتهديدا للسوق يعني استاذ عبد العزيز. نعم دعني اترك نعم اترك الفرصه لضيفي اللواء محمد القبيمان. سؤال اخير سياده اللواء، هل ارادت السعوديه الان ان توقف هذه الحرب وتبحث لها عن مخرج يجنبها تبعات وويلات الحرب والصواريخ البالستيه الموجهه اليها من قبل الحوثيين؟ يعني اذا كان السبب إيقاف هذه الحرب لأن الحوثي يطلق صواريخ أو أنه سبق وضرب بالنقل أنه يعني هو اللي ضرب أرامكو بأيدي إيرانية وصواريخ إيرانية، كلها جميعها صواريخ عبثية. حضرتك تابعت المرة الأخيرة ما حصل فوق منطقة الرياض ومنطقة جازان أسقطت، ما حصل فيما يخص الطائرات المسيرة بدون طيار أسقطت، أكثر من 337 صاروخ، أكثر من 330 طائرة مسيرة بدون طيار، أكثر من 46 زورق مفخخ، جميعها تصدى لها التحالف. فلا نقارن بما يخص الأمر العسكري، هنالك فرق شاسع. إن حصل هفوة مرة أو اثنين فهي ليست من قبل الحوثي، وأنا أكد لكم سبق ودخلت معكم بعدما قصفت أرامكو وبعدما قصفت محطات النفط في المملكة، وأكد لك أن هذا عمل إيراني والتحقيقات أثبتت. لذلك عندما نتحدث على أن هنالك توجه سياسي بسبب ضغط من الحوثي، ولكن هذه الحرب ربما طالت على جميع الأطراف سيادة اللواء، 5 سنوات رغم أن المعلن عنها كان 3 أشهر. يعني لا لا لا، يمكن كان هنالك تقدير، وأنا ذكرت لو أنه أنا كنت أطلع معكم في بداية الأزمة أنه هذه الحرب الغير نظامية راح تأخذ ما أخذت من الفترة اللي حصلت مع الأمريكان في أفغانستان، واللي يقول غير كذا لا يبقى عسكريا انا اتكلم الا اذا كان هنالك اتفاق سياسي. فما يحدث حاليا، الاخ الضيف الكريم اقدر ما يشعر به فيما يخص بلده، ولكن هذه مغالطات هو التي يتحدث عنها. الان ماذا يحدث في المنطقه الجنوبيه او في منطقه جنوب اليمن؟ تحدثنا عنه كثيرا وهو لا يعني ليس بحديثنا اليوم، ولكن ما حصل في المنطقه الجنوبيه، انظر ماذا حصل من قوات الشمال، انظر ماذا حصل من قوات الشرعيه في المناطق الشماليه. هل هذا مرضي؟ تذهب الجوف
والآن تقريبا مأرب وكثير من المواقع تهدد. نعم تهدد أخبرنا أن سيادة اللواء ما الذي حدث في المناطق الجنوبية؟ يعني الآن يعني ليست في نطاق الشرعية عمليا، ومن يقول غير ذلك فهو يضحك على المستمعين. هذا جاء في نطاق، وهنالك اتفاق الرياض وتم عقد اتفاق الرياض، والجميع لابد أن يلتزم باتفاق الرياض. وأنا سبق وذكرت لك سيدة آسيا أنه الاتفاقيات هذه من صعوبة بمكان، هي ليست أمام مدرسة أنت يعني ناس، يعني هنالك صراعات سوف يكون هنالك بعض الإخفاقات، ودائما مراجعة هذه الاتفاقيات. وأعتقد أن اتفاق الرياض ماضي في الطريق لتهدئة الوضع وإعادة الشرعية وإعادة الحكومة، وأفضل ما قام به يعني فخامة رئيس الوزراء يعني إقصاء أحد الوزراء الذين يحاولون أن يشكوا الصف اليمني بحجة أنه هذا الوزير يعني يعتقد بأن الحكومة لا تقوم بدورها وأن الرئيس مغيب وإلى آخره. نعم كنا نتمنى نجد مواقف أكثر وضوحا للسعودية في المناطق الجنوبية بالذات، يعني خاصة بعد خروج الإمارات وما تسببت به من يعني إعاز وتسليح لميليشيا. كنا نأمل أن تكون السعودية وضعها مختلف، ولكن للأسف لم يحدث ذلك. عموما انتهى الوقت، ضيفي العزيزين اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. لم يعد لدي المزيد من الوقت للأسف الشديد، شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر الهاتف. كذلك شكرا لك أستاذ عبد العزيز المجيدي رئيس تحرير موقع الحرف 28، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.